ما حكم من يقول إن القوام جائز أن تكون في يد المرأة إذا اشترط ذلك في العقد؟ لا ما يجوز، هذا خلاف الحكم الشرعي. الرجال قوامون على النساء، يعني هي اللي تقول لك ادخل واطلع وسو كذا وسو كذا، هذا خلاف ما فطر الله عليه الناس. القوامة بيد الرجال، قال تعالى الرجال قوامون على النساء، ولم يقل النساء قوامات على الرجال. نعم.